يعني بس خلينا اكمل موضوع المناهج عشان الناس بس ما يضيعش المناهج، وبعدين ننقل على التنميه المهنيه للمعلمين. نعم. الجزء الخاص بالعلوم الانسانيه ده احنا عندنا لجان بتشتغل فيه حاليا، وبرضه لجان تم تشكيلها بنفس الطريقه اللي انا ذكرتها بالنسبه للعلوم والرياضيات، لكن المره دي كلها لجان وطنيه، لان دي مناهج بترتبط بثقافه وقيم وعادات وتقاليد المجتمع وخلافه، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نستند فيها الى اخرين. اللجان ديت انتهت من عملها يمكن من يومين او ثلاثة. عندنا بكرة ان شاء الله في الوزارة احنا جهات متعددة احنا داعينها تسمع اللجان دي بقى وتقول رأيها، بحيث ان احنا برضو بنعمل طرح مجتمعي وبنجيب ناس غير اللي هم طوروا المناهج، يعني طوروا المناهج نفسهم بيعرضهم هم عملوا ايه، وفي عندنا جهات مختلفة بقى بتسمع، وبالتالي في النهاية احنا كمان بنعرف الدنيا راح فين ونقدر ناخد قرار نبعت بقى المنهج او لسه في حاجه مش مظبوطه نبعته للمطابع. ده فيما يتعلق بالعلوم الانسانيه، فكان عندنا زي ما ذكرت فيما يتعلق باللغه العربيه او التاريخ او الجغرافيا او الفلسفه او علم النفس الى اخره، او التربيه الدينيه الاسلاميه او المسيحيه. كل ده الحمد لله احنا تقريبا انتهينا منه، ولسه بس احنا بنعمل بس مناقشات مع لجان داخل الوزاره بيدعى لها نقابه المعلمين واتحاد الطلبه وبرضه بعض يعني اصحاب الراي في من الكتاب والمثقفين الى اخره، حوار مجتمعي يعني بالظبط. ودي هتوصل للمطابع ان شاء الله قبل بدايه مايو ان شاء الله، دي هنشوفها في العام القادم بامر الله. في ده بالنسبه للمناهج. حاجه كمان اخيره بالنسبه للمناهج لانها اثيرت في الفتره الاخيره وانا الحقيقه كنت عايز ارد عليها من البدايه، وهو ما يتعلق بمساله ليه انتم يعني الناس بدات تعلي مطالبها شويه بعد ما احنا قلنا يعني الجزء الخاص بالميد ترم احنا مش هنجيبه في الامتحانات، لكن هو جزء نشاط بالنسبه للطلاب. قالوا ليه مش بتحذفوا لنا اللي ما تدرسش، يعني انتوا ليه مش بتحذفوا لنا الخطه بتاعت ابريل وانتوا بتقولوا لنا خطه فبراير مش هنجيبها لكم في الامتحانات. الاولى ان انتوا تحذفوا لنا اللي ما درسناهوش. مساله مش بالشكل ده، لازم برضو الناس تاخد بالها من حاجه، ان الولاد دولت اساسا هم اولادنا، وان احنا مسؤولين عنهم، وان المسؤوليه دي فيها كمان جزء مسؤوليه وطنيه. بمعنى اخر المناهج اساسا بتتكامل بطريقتين، في تكامل افقي بين المناهج وبعضها، والقصد بالتكامل الافقي يعني انت حضرتك ما تعرفيش تدرسي فيزياء غير لما تكوني دارسه حاجات معينه في الرياضيات، ده اسمه تكامل تكامل المناهج مع بعضها، التكامل الافقي يعني المناهج دي بتتكامل مع بعضها. الناس اللي يعني خبراء وفاهمين الكلام ده سامعيني وعارفين اللي انا بقوله دلوقتي. وكمان عندي تكامل راسي او تتابع زمني، بمعنى ان انا لما بدرس سنه ثالثه ثانوي بتبقى مبنيه على ثانيه ثانوي، وثانيه مبنيه على اولى، واولى مبنيه وهكذا لغايه ما توصلي لمرحله اولى ابتدائي او الكي جي. يبقى عندي تكامل افقي وعندي تكامل راسي. لو انا حذفت حاجه دي معناها انها ممكن تخرب لي حاجات تانية وتعمل لي مشاكل على المستوى الداخلي. الكمان الحاجه التانية اللي الناس مش واخده بالها منها ودي مهمه جدا، ان انا كمان انا عندي عمد راسي له مدى زمني، لما اجي اختزل منه شهر معناها ان انا بقلل عدد ايام العام الدراسي، انا ممكن ادخل في مشكله مع المؤسسات الدوليه، لان في تبادل واعتراف بالشهادات بين الدول وبعضها. احد المحاور اللي مبني عليها العام الدراسي بتاعها عندك عدد ايامه مكتمله ولا لا؟ بس هو شهر من المنهج مش شهر من الوقت. لا، ما هو شهر من المنهج يبقى شهر من الوقت. ايوه، ده لو هم مش شايفين ان المنهج كبير قوي وفي حشو، يعني في تفاصيل كتير. المنهج ده لما اتعمل لما تصمم اتوزع على مدى زمني معين، وبالتالي ما ينفعش اللعب فيه في اثناء اللي هي العام الدراسي. انت بقى عايز تطور المنهج بتاعك او تصلحه، بتصلحه ابتداء من عام دراسي جديد عشان يبقى له توزيع زمني على السنه وعلى شهور السنه كلها. بس رأي حضرتك الشخصي برضو يا فندم كولي امر برضو، ما انا يعني ولي امر بالتاكيد، تمام، يعني مش شايف ان المناهج برضو يعني مبالغ فيها ومحشو، يعني حضرتك فيها حشو وفيها اضافات، يعني ممكن نخفف على الناس. متفق مع سيادتك، بس سيادتك هنا ما ينفعش ان انا اخفف على الناس للاسباب اللي انا ذكرتها دي، مش انا الواحد اللي اقدر اخد القرار ده ولا غيري يقدر ياخد القرار ده، ده قرار حضرتك ما ياخدوش حد تربوي. انه ما ينفعش اثناء العام الدراسي، ما يعني ينفعش. وانا بقول هذا الكلام حضرتك وسامعين المتخصصين وسامعين كمان على المستوى الدولي ناس،
أنا عندي تكامل زمني زي ما قلت كده، تتابع زمني للمنهج، وعندي كمان تكامل رأسي رأسي وأفقي للمنهج، وعندي مؤسسات دولية أنا بتعامل معاها. أدي لحضرتك مثال، المدارس الدولية في مصر لأن منهجها غير منهجنا ومبنية على مدى زمني أطول مننا 10 أيام، بيجي في بداية العام الدراسي ياخد مني موافقة أنه يبدأ قبلي الدراسة ب10 أيام عشان يكمل المدى الزمني بتاعه، اللي هو علشان الشهادة بتاعته يبقى معترف بها، يبقى لازم المدى الزمني ده. ممكن أولياء الأمور يقول لك يا فندم مش مشكلتنا، يعني لا الوزارة مش مشكلة، من البداية خالص ليه ما حطتش في اعتبارها إن المناهج طويلة لا قوي؟ لا أنا لسه بس عايز أقول لحضرتك حاجة، المسألة وصلت لمناشدات لرئاسة مجلس الوزراء. أنا بس أقول لحضرتك حاجة، لا يطور المناهج حضرتك اللي إيه يعني أولياء الأمور نسمعهم ونحترم آرائهم لأنه أولادهم هم أولادنا، لكن في النهاية اللي بيطور المنهج ده بيطوره من بداية عام دراسي زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده. وبقول لحضرتك اللجان انتهت من العلوم الإنسانية وهنبدأها في العام القادم، يبقى ده هنا ايه مناهج هتبدأ من العام القادم، لكن المناهج القائمة بتتكمل على المدى الزمني بتاعها، لان ما اقدرش احذف منها كده بعنترية في نص اللي قبل يعني الامتحانات باسبوعين، يعني غير ورد الاستجابة للمطلب ده. هذا الكلام حضرتك لا يتفق مع الرؤية حضرتك بتاعت الخبراء لا في الداخل ولا حضرتك مع رؤية كل المؤسسات اللي أنا بتعامل معاها. أنا عندي دولة محترمة لها تاريخ في التعليم، ما ينفعش إن أنا أحط الشهادات بتاعتي في مجال تشكيك من أي جهة أخرى وأقول والله ده الوزير كده طلع وقال آه علشان يرضي أولياء الأمور فحذف من المنهج شهر دراسي في نهاية الفصل الدراسي. طب وبعدين الأولاد كانوا بيعملوا إيه في الفصل في الشهر ده؟ والمنهج بتاعك ده هل انت عارف يا فندم حال التعليم والتدريس والخدوص الخصوصيه والمدرس اللي بيدخل ممكن ما يشرحش؟ ما دي قضايا حضرتك لو عايزين نتكلم فيها، ده من جانب انساني هما بيتكلموا من الحته دي. لا بس اقول لحضرتك حاجه، لو انت حضرتك عايزه نتكلم في القضايا الاخرى ديت برضو انا متفق معاك، ما هي موصله لبعض، متفق مع اولياء الامور وهي كلها شبكه متداخله مع بعضها. انما ما بينفعش حد ما سمعناش في تاريخ التعليم في اي مكان في العالم ان في حد بيجي يصلح المناهج بتاعته أو يقصقص منها في منتصف العام الدراسي ولا في آخر العام الدراسي. اللي بيطور منهج بيجيب لجان تدرس وبعدين تحدد وبعدين تحط مناهج وبعدين تراجع وبعدين يتعمل لها مدى زمني ويتعمل لها حاجة اسمها مصفوفة اللي إيه المصفوفة بتاعت المنهج، وكل الكلام ده يتجهز وبعدين تبدأ إيه في عام دراسي جديد. كل السلاسل تبقى مبنية على بعضها، يعني أولى وتانية تالتة إلى آخره، كل ده بيوصل لبعضه بحيث في النهاية انت الفاينل ديستنيشن بتاعك ايه، او انت عايز الطالب ده لو بيدرس رياضيات لما يوصل تالتة ثانوي يوصل لايه، لو بيدرس لغة عربية في نهاية المدى الزمني ده كله يوصل لايه. ما ينفعش تيجي في النص وتسقطي حاجة من المنهج اللي انت حطتيه، لكن لو مش عاجبك المنهج غيريه، بس غيريه مع بداية عام دراسي جديد. وده اللي احنا قلناه لكل اولياء الامور اللي حضروا معانا، وعشان كده احنا نفسنا لما جينا نتكلم على الميد تيرم قلنا ده مش هيضر بحاجة، يعني لا يضر المنهج ولا يضر حاجة أو يأثر سلبي بشيء. عشان كده احنا قلنا ما امتحنوش، امتحنوا فيه خلاص احنا مش هنمتحن فيه تاني لأنهم درسوه وامتحنوه. بس قلت ولكن يبقى في بحث نرجع له ماشي، يعني برضو بشكل أو بآخر كأنه عشان في عشان هو جزء من المنهج. شفت بقى حضرتك أو كلامك انت حضرتك ده مظبوط، عشان هو جزء من المنهج فأنا ما أقدرش أستبعده. ما خلاص امتحنا فيه ونجحنا وخدنا الدرجه، امتحنا فيه ماشي ما عنديش مشكله حضرتك، ان هو بقى يعني ده قراءه اسرائيليه يا حضرتك، هو حضرتك يعمل عليه بيبر يعمل عليه حاجه ده مفيش مشكله، انما هو امتحن فيه خلاص انا قيمته فيه، الاختبار التحصيلي بتاعي بيغطي المنهج، الجزء ده انا غطيته خلاص انا مش هغطيه بامتحان مره تانية. ده اللي احنا طب بس هتغطيه بحاجه برضو محسوب عليها درجات؟ لا ده حضرتك احنا بنتكلم على الامتحان. ده بس يبقى في اعمال سنه او حاجه، احنا بنتكلم على الامتحانات اللي ده حضرتك ده موضوع تاني. ما انا بكلف الاولاد بتكليفات للقراءه الاسرائيليه وخلافه ليس بالضروره انها تكون في المنهج. طب بالمناسبه ممكن تبقى مرتبطه بالمنهج، قصه اعمال السنه واولياء الامور اللي خايفين يبقى ابنهم يعني بالبلدي كده تحت درس المدرس، يعني هو اللي يقول انا، وطبعا المدرس وطلب الدروس الخصوصيه والكلام ده، تحلها ازاي؟ دي نحلها بقى حضرتك في المناهج الجديده.